أستاذ محمد البحروس، كفاءة بحرينية، شريك التنفيذي في PwC في البحرين. حدثنا عن مشروعكم الطموح، تقدموا الشركة لمصلحة البحرين. أهلا وسهلا فيك أخوي العزيز، وطبعا أخي الكريم. شركة PwC الشرق الأوسط كانت وما زالت تدعم المملكة ورؤيتها، وإحنا من عن قريب أعلنا عن استثمار مؤخرا، عن خطة، وهذه الخطة تتكون عن إنشاء مركز خدمات جديد في المنامة، بحيث يعني يقوم بتلبية احتياجات عملائنا في البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط. وطبعا راح نقوم بتوظيف تقريبا 250 موظف في خلال 3 سنوات القادمة.